ومن جانبه أكد مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية علي حسن الحلبي أن بلاده تحمل إسرائيل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة. كما دعا الحلبي مجلس الأمن الدولي للاطلاع بمسؤولياته لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. إن الاعتداءات الإسرائيلية السافرة ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وتعتبر انتهاكا للمبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وتشكل تحدا عنيف من قبل إسرائيل للمجتمع الدولي بأكمله. ندعو المجتمع الدولي اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على لبنان والوقف الفوري لإطلاق النار، تمهيداً لإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرار 1701 تطبيقاً كاملاً، والذي من شأنه إيجاد استقرار مستدام في جنوب لبنان ويشكل الأساس القانوني والدبلوماسي الذي يضمن حماية الأمنين اللبناني والإقليمي.